قد نصادفهم في كل مكان، إنهم من فئات عمرية مختلفة ومن طبقات اجتماعية متباينة. يوحدهم قاسم مشترك، إنه التحرش بالنساء وابتزازهن جنسيا. اسمح لي كنعرفك؟ ظاهرة اجتاحت الشارع وجعلت من أرصفته ساحة لحرب أخلاقية ونفسية، نتائج دراسة للمندوبية السامية للتخطيط تفيد أن 36% من مظاهر التحرش يكون مسرحها. شي حاجة راه كتلاحظي بلي كاع العيون كتشوف ليك انت، فهمتي؟ دونك خصك دارو تلبسي شي حاجة واسعة وهذا باش على حسب نظرة المجتمع. كل واحد كيكون غادي لا تبعو شي واحد غادي يبقى يهضر معاه، ما غادي يعرفش داك الإنسان ولا هذيك الإنسانة واش مجوجة، عندها وليدات، عندها سي جينو. أمام كل هذه المعطيات زاد التنفيذ نظرياً منذ سنة 2003، إلا أن مضامين القانون لم تجد حتى اليوم مكاناً للتطبيق على أرض الواقع، وبقيت مجرد مطالب للجمعيات النسائية والحقوقية. على النساء أن يكون بدراية كاملة بحقوقهن، لأن هذه الظاهرة تحد من حريتهن وتمس حتى كرامتهن. عن مشروع قانون سنة 2008 يحدد غرامات وعقوبات حبسية لحالات التحرش سواء بالشارع أو أماكن العمل. هذا الفصل مرتبط بشخص يمتلك سلطة ويستغل هذه السلطة في ممارسة التحرش الجنسي عن الغير، في حين أن ظاهرة التحرش الجنسي ما مرتبطش فقط الأشخاص الذين يمارسون سلطة على المرأة، بل هي كترتبط بالمجتمع ككل. قد تتعدد التمظهرات بين التلاطع تلطخ مبدأ تماسك قيمنا الاجتماعي.